السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى أهله وأصحابه أجمعين. مرحبا بكم في قناتي وقناتكم تعليم مجال بناء التمطير والهندسة. متابعيني الأعزاء، في هذا الفيديو غادي نجاوب على بعض الأسئلة اللي جاتني في الكومنتير. أولا نبدوها بتعريف الصفقة العمومية وما هي الأطراف التي تمضيها. موجه تحياتي للأخ اللي قال لي على هذا الموضوع، وهذا الأخ عنده قناة قيمة جدا، محتواها رائع وقمة في الروعة، عجبتني بزاف القناة تاعه، نوجه له تحياتي. ثانيا نشوفوا مع بعض ما هو الشيناج وكيفاه نحسبوه، وهذا الموضوع قالت لي عليه الأخت زينب موسى، نوجه لها كذلك تحياتي، نقولها ما كانش مشكل أختي، مرحبا بك بأي سؤال تبغيه. ثالثا نشوفوا كذلك مع بعض السلالم وكيفاش نحسبوهم ونبيطوا عامي، نشوفوا بالتفصيل. هذا الموضوع قال لي عليه الأخ أحمد موسى، نوجه له وكذلك تحياتي، ونقول له مرحبا بك أخي الكريم. إذن الموضوع الأول، ما هي الصفقة العمومية؟ أنا في الفيديو السابق تاعي اللي درته حول مفهوم الصفقة العمومية قلت باللي هي اتفاقية بين ثلاث أطراف: لونتربريز، صاحب المشروع، ومكتب الدراسات. فوصلني واحد الكومنتير من عند واحد الأخ اللي نشكره كثيرا على معلوماته القيمة، قال لي لا الأخت المارشي بيبليك ولا الصفقة العمومية هي اتفاقية بين طرفين فقط، صاحب المشروع ومؤسسة الإنجاز. أنا نقول له كلامك مشي غلط، عندك الحق، ولكن في الكثير من الصفقات ولا المارشي بيبليك نشوفوا إمضاء مكتب دراسات. هذا الأمر اللي أكد لنا باللي مكتب دراسات أو ماتر دوف هو كذلك طرف في الاتفاقية. نشوفوا مع بعض بعض الأمثلة على لاسينياتور، ولا نشوفوا لاسينياتور في المارشي بيبليك. ها هو ده مارشي رياليزاسيون 56 لوجمون، هذا مات دوفراج لاجونس فونسيير. نشوفوا لا سيناتور، ماتر دوفراج لاجونس فونسيير، ماتر دوف هيا نشوفوا بيرو ديتود ارتيك، نشوفوا الامضاء تاعه، و لونتربريز دو رياليزاسيون. اذا هنا رانا نشوفوا 3 بارتي راهم سينيا 50 لوجمون او ليو دي 56 لوجمون. غلط، هنا كذلك لي سيناتور. هاي نشوفو كونتراكتون اللي هو متر دوفراج، كو كونتراكتون اللي هو لونتربريز دو رياليزاسيون، و المتر دوفر اللي هو بيرو ديتود. بيرو ديتود أرشيتكت أغريي. إذن رانا نشوفو في لي 3 سيناتور. المارشي الأول لي وريته لكم غلط، ماشي 56 لوجمون، هو travaux de réhabilitation de service de radiothérapie CHU Europe. Donc c'est comme nous trouvons les trois parties qui sont signées sur le marché. Donc c'est donc مثال ثالث. هي صح في البداية كي نخدم لو كاي تشارج الاتفاقية تكون فقط بين صاحب المشروع ومكتب الدراسات، يديروا ان افوميتري ويخدموا لي بلان، ولكن بمجرد ما المارشي يخدم ويكون اوفيسيال صاي يتفاهموا على كاع الشروط وعلى دو في ديسكريبتيف دو في كونتيتاتيف استيماتيف. المارشي هو نفسه هذاك الكاي تشارج، نفس الشروط ونفس المعطيات ونفس المبلغ. اي كي يخدم المارشي ويخدم به بالديلي ولا غيكاب وكل شيء ويكون صاي اوفيسيال، تكون هنا اتفاقيه بين صاحب المشروع ومؤسسه الانجاز. ونقولوا كذلك مكتب دراسات يكون طرف في الاتفاقية، على خاطر هو في منذ البداية يكون متفق أصلا مع صاحب المشروع، هو اللي يدير السويفي، هو اللي يفيريفي لي زاتاشمون لي زابنو لي دي جي دي لي سيتياسيون دي ترافو، ميم في لا ريسبسيون بروفيزوار حتى لا ريسبسيون ديفينيتيف، وجوده وحضوره وتوقيعه على المحضر أو البي في يكون أوبليجي. إذن أنا نقول مكتب دراسات كذلك طرف في الاتفاقية.
إذن الصفقة الصفقة العمومية نقدر نقولوا هي اتفاقية بين صاحب المشروع ومؤسسة الإنجاز. وفي نفس الوقت ما ننسوش باللي مكتب دراسات أو مدف هو كذلك طرف في الاتفاق، وإمضائه وتوقيعه موجود في كثير من المارشي، بزاف مارشيات نلقوا فيهم السينياتور تاع المدف. والآن ننتقل إلى موضوع ثاني، وهو ما هو الشيناج وكيفاش نحسبوه. نوجه تحياتي للأخت زينب موسى. إذن الأخت زينب، لو شيناج هو أوفراج أون بوتو أرمي، هو كيفاه كي لي بوتو كي لي بوتر، يختلفوا فقط في لي أوريزونتال ولا فيرتيكال. والشيناج نلقوه في لو سوبر ستركتور وينحسب أو متر كوب، لونغور فوا لارجور فوا ليبيسور. راح نشوفوا مع بعض في البلان. ها هو مثال كما كنتو تشوفوا، هادو لي بوتو، لي بوتو هادو، هادو لي بوتر، هادو لي بوتر، والشيناج هذا هو الشيناج يجي اونتر لي بوتو. وكما قلت لكم ينحسبوا اون متر كوب، لونغور فوا لارجور فوا ليبيسور. كما في البوتر ندو منا بالقنت للقنت اللي هي 9 متر فوا 0.40 فوا 0.80. نشوفوا هنا في هذو المعطيات، نتبعوا المعطيات ونشوفوا لوتور تاع لافون تاع البوطو. اما بالنسبه للشيناج ما نحسبوش من القنت للقنت، نحسبوا غير هذه لابارتي اللي هي 3 متر 0.5 غير من لهنا، خاطر ديجا البوطولة محسوب والبوتر راها رايحة حتى لهنا. إذا نحسبو غي هادي لابارتي 3.05 فوا 0.30 فوا 0.40 فوا لو نومبر شحال عندنا من واحد، 3.05 فوا 0.30 فوا 0.40 فوا 3 1 2 3. وهذه رانا نشوفو لا ديمونسيون تتبدل، 3.10 كذلك 3.10 فوا 0.30 فوا 0.40 فوا 3 1 2 3. وهنا 3.10 3.10 واحد اخرى 3.05. اذا 3.05 عندنا 3.05 فوا 0.30 فوا 0.40 فوا 1 2 3 4 5 6. و 3.10 عندنا 3.10 فوا 0.30 فوا 0.40 فوا كذلك 6 1 2 3 4 5 6 لو نومبر. اذا نحسبو اون متر كوب، لونغور فوا لارجور فوا ليبيسور. اما الموضوع الثالث هو كيفاش نحسبو البالي دروبو. نوجه تحياتي كذلك للاخ اللي سقساني على هذا الموضوع، قال لي اختي ما فهمتش بالي دروبو كي نحسبوه. نروح نشوفوا مع بعض في البلان. ها هما لي زيسكالي كما قلت لكم، هما دي زوفراج اون بيتو ارمي، وحسابهم نقسموه على شحال من قسم. نحسبوا لي مارش وحدهم، بوتر باليغ وحدها، لاباياس وحدها، والبالي دروبو اللي هو هذا هو وحده. وراني رايحه للشونتي، اروحوا معايا باش تفهموا تري بيان. السلام عليكم، هاني في الشونتي باش نفهمكم بيان الزيسكالي كي نخدموا. ها هو الزيسكالي. اذا قلنا لي زيسكالي هما دي زوفراج اون بيتو ارمي. ها هو الزيسكالي. والنصيحه اللي نعطيها لكم هي كي تبغوا تحسبوا اي حاجه فهموا الشكل مليح، الشكل كي راه. اذا نقسموا داك الشكل على اقسام ونحسبوا كل قسم وحده، ومع التالي نحسبوا نلايموا هذيك لا كونتيتي تاع شاك قسم اللي لقيناه. اذا لي زيسكالي يتكونوا من بوتر باليير، هذه بوتر باليير، لي مارش كونتر مارش، هادو لي مارش كونتر مارش، ولا باياس، وكذلك بالي دو روبو. بوت باليير تنحسب لا لونغور فوا لارجور فوا ليبيسور، كذلك مارش مارش اي كونتر مارش، لي مارش بلوتو لي كونتر مارش كاع ما نقولوهمش، نقولو لي مارش، نقولو لو ريفيتمون دي مارش كونتر مارش، ولكن في البيتون نقولو غير لي مارش. لي مارش نحسبو كذلك لا لارجور تاع لا مارش فوا لا لونغور تاعها فوا
ليبوسير. وهنا نديرو الشكل لو تريونغل ونقسموه على اثنين، نجبدو المساحه تاع تريونغل ديفيزي بار دو في الارتفاع باش نجبدو هذيك الفوليوم تاع تريونغل فوليوم. وهذا الباليو دروبو هو اللي سقسني عليه الاخ في الكومنتير، مبينها له مليح. باليو دروبو هذه هي الطابل، هذا هو هذه لا طابل اللي نريحو فيها، كذلك لونغور فوا لارجور فوا ليبيسور، هذا هو الباليو دروبو. كنا نديرو الطول فوا العرض فوا ليبيسور. ليبيسور هذا هو، وكما قلت لكم لي كوب يعاونوا مليح باش نجبدوا لي زيبيسور تاعنا. كذلك عندنا لاباياس، لاباياس هذه هي، هذه هي لاباياس، تجي تحت ولا سو لي مارش، تجي تحت لي مارش تنحسب. كذلك تبغوا ديروا نظريه فيثاغورس كما قال لي واحد الاخ فكرني بها، تبغوا تحسبوا لا لونغور كاع تاع لاباياس تبان من لي كوب، كذلك فوا لا لارجور تاع لا مارش فوا ليبيسور. وكي تكملوا كاع هذه الاقسام تلايموا لي كونتيتي تاعكم وتضربوهم فوا لو نومبر تاع لي نيفو، شحال عندكم من نيفو. اذا هذا هو البيتو ارمي بوغ اسكاليي. اذا هذا هو الفيديو تاع اليوم متابعيني الاعزاء، نتمنى الشرح يكون مفهوم. كما عودتكم دائما فيديوهات سهله وبسيطه في متناول الجميع خاصه للمبتدئين، يفهم نحاول قدر الامكان نوصلهم المعلومه. اذا مرحبا بكم كذلك في بالاسئله تاعكم في لي كومونتير. مع السلامه في الفيديو المقبل ان شاء الله.